وتبكوا تبكوا 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 تبكوا، اللي أشوفه ما يبكي من قلبه هذا فورا إعدام. مستحيل أغلط أو ما قلنا تغلط، لا أنت رح تغلط ولا هي رح تغلط. قالت لك أغار على جلدك، أغاروا عليها من أبيها وأمها، قالت لك أغاروا عليك من أبيك وأمك إذا حدثاك بالكلام المغمغمي، أغاروا عليك من طلعة البيت. إيش تقول له؟ لعندك على البس. أنا مقيمة بالسويد. ليش الكل يسألني أنا من وين لهج؟ يعني مبين أنه أنا من وين يا أحزر؟ أغاروا عليها من أبيها وأميها. مقمقمي قامشلي. أيوة عبالي أنت من الموصل. مظبوط جدي من الموصل. لا مبين من اللهجة من الشكل. نور حتى لو تطلع تشتغل قالت لك أنا أغار، أنا ما أريد حدا يشوفك، أنا أغار عليك نقطة انتهى. شوف حلة، الحلة أنا بدي إياك تتغطى، ما أريد جنس يشوفك. بلبس ملاي. ملاي إيش كانت؟ لا محمد مو هيك القصة، القصة انه نور قال يغار على التياخدها، يعني يغار عليها لدرجة ما يريد لا تحط مكياج ولا 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 لما تطلع لبرا. فقلت له بلكي قالت لك اوكي حاضر، بس قالت لك انا كمان اغار عليك فما بدي اصلا حدا يشوفك، بدي تتنقب نقاب قصدي. اذا تلبس نقاب اقص مو ايدي، اقص راسي. شايف راسي هذا أقصه. قالت نقب. شفناك حاضر مثلا مثلا. ليش بالمسيح هي عنا نقاب؟ ايش دخل المسيحية بالشي اللي عم نحكيه؟ الزلمة هلا عم ننصحه. طيب سؤال إليك، ممكن تفضل. ما أتنقب، لا تحاول. لا تحاول. بطل السجاير. إذا قالت لي إلي حاضر بلبس خمار مشان ها. شوفوا أنا عم بحاول أوديكم على الطريق الصح. هاي صار عندنا شابين بدهم يتحجبوا. هاي صاروا شابين. يلا عمار شد حالك انت كمان. لا عندي والله جوني بس انه من البيت. ايه ايه قصدي للشب للشب. شوف سؤالك قال انتي تحبي يكون جوزك حنون عليك وطيب ولا يكون شاب عادي وتروحي تشتغلي؟ شو تفضلي انتي؟ الحنية والطيبة ما لها علاقة اذا البنت تشتغل ولا لا. يعني انا اكيد بدي واحد حنون وطيب ويخاف الله فيني، بس ما يقول لي قعدي بالبيت. ليش؟ لانه انا بدي اشتغل، حتى لو هو رح يصرف وهو رح يعطيني وأي شغلة بدي إياها حيشتريها، مع هيك أنا حابة أشتغل، فهو ممنوع يعني يمنعني من هذا الشيء. هاي أول شغلة إذا هو بده يتجوزني. ليش؟ لأنه أنا هذا الشيء أحبه. هو لما يحبني لازم يحبش اللي أنا أريده، لازم ياخذ راحتي. إذا أنا راحتي بالشغل خلص أوكي. عرفت شلون؟ النهار اللي بدي أوقف بدي أقول له أنا بدي أترك الشغل، ما لازم يكون عنده مشكلة، لا أنه يجبرني أشتغل ولا يجبرني ما أشتغل، بكيفي. قل لي أنت حرة، حابة تشتغلي اشتغلي، حابة تتركي تتركي.
وبس. بس الحنية وكذا ما لها علاقة، يعني أكيد ما راح أخذ واحد متوحش والله إيدي والكف أنزل فيه ضرب. أنتي مو ناطرة مصروفك شوف، مو قصة ناطرة مصروفي، بس أنا ما راح أتجوز واحد أصرف عليه. المرأة عيب تشتغل عنا بيت جوزها وبيتها وولادها فقط. هذا نور، نور ما بعرف من أين عصر. نور إيش فيك؟ لو ليش هيك معقد أنت؟ ليش معقد؟ طبعا نور عمل لي اكتئاب، والله نور عملت لي اكتئاب انت. ها اشوي هذا المراعي بتشتغل، اين انت؟ اين عايش يعني؟ وين نحن 2023؟ وين العيب بالموضوع؟ انت شاكك بمرتك اذا راحت اشتغلت يعني؟ هل انت ايش الفكرة انه عيب؟ وين العيب؟ هي راح تكون فارقة معك ولا العالم اللي حواليك اللي فارقين معك؟ عقلك شرقي؟ لا مو شرقي، يا ما فيش كومة شرقيين يشتغلون سوانا وعادي. انت معقد. الله يخليك لأهلك دايما وأبدا. البلكيس الأصفر جواكيت تحدي. شو أنت كمان جواكيت شتوية ضاببتهم فوق، لسه في كيسين لورا لون فضي، تياب شتوية. جايز عم يجي كومنتات بسرعة لأنه في ناس عم بتتابعوا كومنت هيك، عرفتوا شلون؟ لو عندك ملايين دولار شو تسوي؟ شو أسوي بالملايين؟ إيش تسوي؟ عادي أي شيء بدي إياه راح أعمله، راح أضل أفتح بزنسات. نور ايش قد راتبك انت بالشهر؟ بلكي مصاريك ما يكفوها، بلكي هي صريفة وتحب تتشرى وانت مصاريك على قد حالك، شو بدك تساوي؟ محمود اهدى. لو هو بيحبك الغيرة، غيرة عن غيرة تفرق يا جماعة. راح اتجوز اول شي عن عقل وبعدين عن حب. مصاريك كتير لدرجة تقول لك كل اسبوع بدي قطعة ذهب وبدي اتشرى واسوي وكذا، يعني اذا لنفرض بالشهر مصروفة يروح مثلا ايش قد يعني؟ ما بعرف، قل لي راتبك كل شهر اقل شيء هي تتصرف مثلا 700 لـ1000 يورو، هاي اذا مرة قاعدة بالبيت. عندك انت المصاري؟ متزوج ميركل؟ لا اذا متجوز ميركل مو تستاهل ذهب. العقل بالضبط، العقل بعدين يجي حب. ما بصير تصرف اذا ما عطاها، لا هو مجبور يعطيها. ايش حطي على التيك توك؟ ما مجوهرات الفارس بيطلع محلنا الحمد لله. يعني عندك محل ذهب يعني رح تعطيها كل اسبوع؟
هيك أفهم؟ إذا ما فيه عقل بس عنده قلب كبير رح تتجوزيه؟ الله يخليه لأمه إذا ما عنده عقل. إيش أخذ واحد بلا عقل يعني؟ أضيع عقلاتي معه؟ ملكة لا لا يصرفه، لا لا مو تقع. هاي فتح له محل ذهب. إيه هاي ايه اسمر، مو هو ما بده البنت تشتغل؟ البنت من اذا رح تضل قاعدة بالبيت ولا تطلع لبرا ولا تحط مكياج وممنوع كذا وممنوع كذا وممنوع كذا، والله لازم يجيب لها طلباتها. بدها البنت ذهب، بدها البنت تشرى شوبينج، ما لازم